لبناني بحبك تتخلص الدنيا بتلوج الدنيا بتشمس الدنيا يا لبنان بحبك تتخلص الدنيا خبيك بعيني وبقلك غني تلجك المحبة وشمسك الحرية خبيك بعيني وبقلك غني تلجك المحبة وشمسك الحرية وطني يا حكايي بالعز مضواي لاش هالقد بحبك يا غاية الغاية وطني يا حكاية بالعز مضواي لاش هالقد بحبك يا غاية الغاية بحبك يا عيني لأنك غني تلجك المحبة وشمسك الحرية من فرد بيان هالبلدة الجبلية اللي مغطى تلج كل جبالها لبيروت لشاشة تلفزيون لبنان صبحية منتشاركها سوا نحن وياكم نهار السبت مباشرة على الهواء هالحلقة يلي رح يكون لنا لقاءات مباشرة بتشاركنا بأشخاص عم بيحاولوا بالموسم السياحي عم بيحاولوا بموسم التزلج عم بيحاولوا بموسم لبنان الصعب انهم يعملوا موسم حلو موسم مثمر بوقت لبنان عم بمر بوضع اقتصادي هالقد استثنائي خليني اقول هالحلقه رح نطل فيها مع ضيوف من بلده كفر دبيان هالبلده اللي تعتبر من اكبر البلدات والضياع بلبنان هي مقصد سياحي صيفي وللرياضات الشتوية أيضاً بامتياز مع البيستات يلي بتجذب كتار من الناس لحتى يطلعوا يمارسوا الرياضات الشتوية إلى جانب إنه مصيف لكتار من العالم بقلب كسروان عاصمة لكسروان لحتى تكون بتأسى بناسة بتفاحة الطيب بحقولة بشجرة بتأسى الحلو وبقربة كمان من المدينة بتشكل نقطة تميز بكل الضياع اللبنانية مش لأنه نصي من فوق وولدتي من كفر دبيان وإنما هيدا الواقع وهيدا المحبة كل شخص بيطلع على هيدا المنطقة بيلاقي فيها حرارة الاستقبال والأكل الطيب وكل شيء حلو رح نتشارك شوي من كفر دبيان نحن وياكم ما بين الاستوديو وما بين الضيوف يلي رح ينضموا لنا تباعا هالحلقة يلي رح اتشاركها أنا وزميلتي بيا صباح الخير صباح الخير لك شادي وصباح التلج وبياض التلج اللي هيك مغطى جبالنا إن شاء الله تكون قلوبنا بيضة كمان ومتحلة بهيدا الجمال يلي بيتمتع فيها البلد للأسف أخذوا كل شيء يعني بعد فيها التلجات تركوا لنا ايام نستمتع بموسم السياحي الأكيد الأكيد أن قلوبنا بردانة ما ندفيانة بظل هيدا الوضع فهيدا شوي من البياض يلي عم نحكي عنه على كل حال يعني بعرف قد ايه اليوم كل محبي رياضة التزلج بسبب الوضع الاقتصادي الصعب ما عم بيقدروا يطلعوا على البيستات لحتى يمارسوا هيدي الهواية ولكن اليوم نحن بنرجع بنشدد على انه الموسم السياحي يمكن شوي للسنة هيك خجول ولكن رغم كل الظروف نحن بدنا نساعد بعض بدنا نوقف حد بعض ومش غلط هيك كل شخص يمكن لو ما طلع لحتى يمارس اسكي ولكن هيك يزور هيدي المناطق هيك بيكون بنفس الوقت عم بيتمتع بجمال الطبيعي للبنان طبعاً على كل حال مواضيع عديدة نطرحها ومتشاركة نحن والمشاهدين بصبحيتنا المباشرة لليوم البداية راح تكون مع جوزيف عقيقي مدرب للتزلج راح نحكي بالتفاصيل معه لليوم راح ينضم لإلي أيضاً مباشرة من كفر دبيان المسؤول الإعلامي لبلدية كفر دبيان وليد بعينه مع وليد راح أحكي أكثر عن كيف البلدية عم تشتغل لحتى تكون عم بتأمن تسهيلات وتكون عم بتنظم بكل هيدي الفترة لحتى تستقبل
كل شخص طالع يمارس رياضاته الشتوية بمنطقة كفر دبيان، وبعرف قد البلدية حريصة كمان بهيدي المرحلة على أنها تحمي المواطنين قد عم بيسيروا دوريات بالمنطقة من السرقات، من الناس يلي غرباء عن المنطقة، لحتى يكونوا ضابطين الوضع ليأمنوا بطريقة كتير حلوة ويكونوا عم بيسهلوا لكل أبناء المنطقة وأبناء البلدة. وضيفنا ايضا لليوم روجي عقيقي رئيس نادي باراماونت للتزلج بلبنان، بترافقه ريان عقيقي، او ريان عقيقي برافقه اللي هو بطل لبنان للتزلج لعام 2022. رح نتابع لحتى تنضم لإلي الاعلاميه رولا نصر، معها رح اعمل جوله فنيه وخاصه بهيدي المرحله قبل ما ندخل على شهر الفضيل. بعرف المنافسه رح تكون كمان شديده، بعض الاعمال الجديده، بعض الاعمال بالمواسم الثانيه لإلها رح تنعرض ومنهم للموت اثنين، اعمال فنيه مع عوده ايضا الفنانين لحفلاتهم لنشاطاتهم، مع اطلاق نانسي عجرم اغنيه من توقيع سمير سرياني، مع حفلات نوال الزغبي، ايضا مع موسم الرياض يلي جمع فنانين ونجوم من العالم العربي. رح نعمل جوله ونحكي باطار هذا الموضوع، الى جانب كمان كل الفيديوز يلي بحكوا مجتمعنا رولا عم تطلقهم على مواقع التواصل الاجتماعي، عم نحكي عن اهميه هالرسائل يلي عم تحكي من خلالهم. وبختام الحلقه ايضا رح ينضم لنا الفنان سعد حمدان لحتى نحكي معه نقابه، رح نحكي معه تمثيل، نحكي معه غنى، نحكي معه عود. سعد يعني فنان استثنائي بحضوره، واكيد بنحكي عن كل شيء جديد عم بيحضر له. هيدا كان جولة سريعة شو ناطركم بصبحيتنا لليوم نحن وياكم وشادي. اليوم نحن جايين على الطريق، يعني الحلو انه كانت الطرقات فاضية، خي يعني هذا الشيء بسهل الطريق أكثر، وبتعرف كمان اليوم مع الأزمة اللي عم نعاني منها، خاصة مع أزمة المحروقات وغلاء الأسعار، قد اليوم المواطن صار بفضل يقعد ببيته وما يتحرك من البيت، ما يدور السيارة حتى بس يعمل كزدورة صغيرة هو وعائلته. يعني صرنا نعمل حساب هذا الموضوع. نعم. قبل كان الواحد إذا معصب، إذا هيك عباله يغير جو، ما أنه قادر يظهر، ما في مشروع راكب، او بس عباله هيك يظهر من البيت، لان اوقات الواحد بحاجه انه يظهر يحط موسيقى بسيارته، كمان هيدي في ناس انحرمت منها وانحرمنا منها انه نروح نلف وندور ونبرم بسيارتنا برمه صغيره نحط موسيقى نختلي بحالنا، يمكن ما بعرف هيك نفكر، كمان صرنا بنفكر لا مصروف وما قادرين نعمل هيك وما فينا نتصرف بهالطريقه، يعني عم يتحكموا بكل قرارات حياتنا. يعني حتى الاشخاص اللي كانوا حابين يسمعوا موسيقى ببيتهم ما بدهم يطلعوا يا خيي بالسياره، حتى كهرباء ما في يسمعوا موسيقى، لهالدرجه محرومين من ابسط الامور يلي بترفه عن نفسنا. يعني ما بعرف قد ايه بدنا نستمر هالقد، قد ايه رح نضاين هالقد، ولكن عنا اراده وعنا صبر بما فيه الكفايه، ولكن للصبر حدود. بتعرفي شو المؤسف، شو البشع، شو المؤلم؟ ومبارح كنت عم بحكي انا وشاب صديقي بهيدا الموضوع، انه بهالسنتين مع كل ثورتنا على هيدا الواقع، مع كل غضبنا، مع كل زعلنا من يلي عم بيصير فينا، في شيء اسمه التأقلم، هو شيء كتير بشع، بس مضطرين نروح لإله لأنه الحياة بدها تستمر، ومضطرين نروح لإله لأنه يمكن ما في عنا وسيلة ندافع فيها بغير طريقة، ما عم نقدر نعلي صوتنا، أنه أكتر من قصة المصارف شو كان فينا نعمل؟ نرفع دعاوى؟ لو الشعب اللبناني كله قادر يرفع دعوة على المصارف وعلى يلي صار فينا، نحن الحق معنا، لأنه نحن لمن سلمنا مصرياتنا بطريقة معينة هالأمانة منستحق أنه نستردها بالطريقة اللي سلمناهن إياها. بس إذا الشعب اللبناني كله بيرفع دعوة وبهز على وتر هيدا الموضوع، قادرين نوصل لنتيجة، بس هالقد أنهكونا لحتى ما عدنا قادرين نفكر، ما معنا أموال نتصرف فيهم لحتى يكون عنا ظهر، والسياسة يلي هالقد بألعابهم وبتحركاتهم الفاسدة عم يقدروا يضبطوا كل شيء ليرجعوا يلمعوا الصورة ويحضروا حملاتهم الانتخابية ويمهدوا طريق العودة على سجادة حمراء مع أضواء حواليهم. فمؤسف هذا الموضوع وبزعل صراحة. صحيح، يعني قد ما بدهم يلمعوا بالنتيجة رح يرجع يدوب التلج ويبان المرج مثل ما بيقولوا، يلمعوا قد ما بدهم، نحن بالنتيجة كاشفين على حقيقتهم. والأهم من هذا وكله أنه الإنسان أو المواطن اللبناني يكون واعي للتفاصيل وفهمين هاللعبة كلها لوين ممكن تجروا، وما ننجر وراء الواقع البشع يلي هم حابين ياخذونا لإله،
وبذكر بشغله كمان بعد احسن من هيك انه نحن يمكن عم نتاقلم، انت قلت مع الواقع اللبناني على طول بيتاقلم مع كل شيء. اضرب من هيك انه ان شاء الله لا ما نوصل لمرحله انه نعتاد على هذا التاقلم وما نرجع للحياه. هيدي المشكله، هيدي المشكله الكبيره يا بيا. عصير الذوبان الثلج، هلا اكيد مبسوطين بالموسم واكيد كل الاشخاص اللي عم يستمتعوا بالتزلج، ورح نحكي اليوم عن كفرد بيان ومثل كل المناطق الثانيه بشر الارز كمان تنورين، كل هالمناطق السياحيه بامتياز خليني اقول. بس صراحة زهقنا من الشتوية خلص، بردنا كفاية، بحاجة انه يوصل طقس الربيع. هلا محبي الشتاء مبسوطين من هذا الطقس. اكيد مش انا مش من محبي الشتاء ابدا. على كل حال ندفع. رح ننطلق وندفع بحلقتنا مشاهدينا بنشاط بحيوية، محطة ثابتة دايما بننطلق فيها لنقوي مش بس عضلاتنا إنما كمان صحتنا النفسية، وهيك بسيكولوجيا نكون عم نموه كمان بأفكار رياضية مع الفتنس كوتش ثائر حسكور. منتابع سوا. طبعا نحن وياكم بصبحيتنا، أكيد همنا الرياضي، همنا الثقافي، السياحي، هيدي كلها هموم منطرحها لحتى نجمع دايما بحلقتنا لبنان الحلو بمختلف مناطقه، بمختلف يعني كل هيدا الغنى يلي عنا إيه. قبل ما ننطلق ونكون مع منطقة كفر دبيان بلقاءاتنا بحواراتنا بحديثنا المباشر من هيدي المنطقة، وتحية لفريق النقل الخارجي أيضا يلي رح يكون مواكبنا بهيدي الحلقة. الهم الثقافي بيبقى له أهمية كتير كبيرة عنا، ومعرض الحرف الفنية مع الأب دافيد ملكي يلي كان لكاميرتنا أيضا لقاء معه لحتى نضوي على هالمواضيع المهمة، لأنه بعدها عم بتكون هيك زاوية دفى بتفرجينا قدي الشغل البسيط قدر يعمل فرق كتير كبير بحياة عدد من الناس. منتابع سوا. هالمعرض الهدف منه الريع تبعه هو خيري. في عنا نحن جمعية شرشل وميوتي، أي جذور لا تموت، فيها في عندها هدفين. أول هدف هي المحافظة على الأشياء التراثية والأشياء يلي منقول هي جذورنا يلي هي السريانية وغيرها، بالإضافة للأعمال الخيرية أيضا يلي نحن بنعملها لمساعدة عيال بهيدي الأوضاع الصعبة يلي نحنا عم نمرق فيها. فكان هيدا المعرض اشتغلته تنقدر نحصل من وراء مردود معين نساعد فيه عدد من العيال يلي هن محتاجين. هيدي خطوة برغم هيدا الزمن الصعب حتى نفسيا يتشجعوا الناس انه يبادروا ويقدروا يخلقوا من اشياء كتير صغيرة وبسيطة، يعملوا اشياء تكون لها قيمة. هو بلش بوقت الكورونا، بلشت اشتغل وحضر، اخذت معي تقريبا شي سنة. اكتر شي وقتها كان يكون في حجر ولوك داون كنت اقعد اشتغل، وشوي وشوي زادت الاشياء وصارت فكرة المعرض. هيدا المعرض انا عملته لوحدي، إن شاء الله المعرض الجاي يكون فيه أكثر من أشخاص يكونوا عم بيشاركوا معي ونعرض كلنا أعمالنا وتكون مناسبة لأكثر الأشخاص كمان يحقق لهم مردود ودخل مادي. كل مرة قد ما بيجينا مردود قد ما الناس بتساهم فينا نحن نطور العمل ونكبر المشروع ويصير يشمل شريحة أكبر من العالم، أكيد اللي كان اللي بيشتغلوا وإن كان اللي رح توصلوا المساعدات. وهيدي هواية بالنسبة لي، فجربت سخرها تكون بهيدي الأوضاع تكون عم ساعد لو بشي بسيط قادر عليه للبنان وشعب لبنان. هيدا المعرض المفروض أو حيال لمعرض إنه بيدعم المواهب، تنفرجي المواهب اللي عند الأشخاص اللي ممكن بهيدا الظروف إنه نحنا نستفاد منها، بهيدا الظروف الصعبة اللي عم نقطع فيها فينا ممكن نكون نعتمد على موهبتنا تنبين هالأشياء الحلوة، وكمان
انه بيكون في استفاده من وراها يعني لاشخاص مثل هون مثلا الريع خيري هو او حتى مثلا اشخاص ممكن هن بحد ذاتهم يستفادوا من المردود المعرض. كثير مهم انه يتضوع هول الاشخاص وانه يكون في دعم تنقدر نوصل لهم لهول الاشخاص ونقدر نبين مواهبهم وخصوصا النساء مثل ما قلت. ان شاء الله يكون في هيدا الدعم يعني نحن عم نسعى لهيدا الشيء وان شاء الله يكون في دعم يعني من قبل الناس المعنيين. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم إلى كفر دبيان يلي التلج عم يتساقط عليها، التلج عم بيعبي جبالها لحتى يعكس جمالية هالمنطقة، المنطقة الاستثنائية قلب كسروان النابض، كفر دبيان الكبيرة بناسها بأهلها وبكل ما تقدموا للبنان. كفر دبيان بهيدي المرحلة كمان يلي من خلال عمل البلدية عم بتكون الأمان والسياحة لكل الأشخاص يلي عم يتوجهوا لهالمنطقة، لأهالي المنطقة، لحتى تكون عم بتأمن مثل العادة كل مقومات الحياة. والسنة كمان موسم التزلج والرياضات الشتوية رجع لها وبقوة من بعد سنين من الشح بسبب الأوضاع الاقتصادية بسبب جائحة كورونا. السنة بالرغم من كل شيء إرادة الحياة رجعت. رئيس لجنة التسويق والإعلام والرياضة بكفر دبيان بينضم لإلي مباشرة من كفر دبيان يلي عم تتلج فيها اليوم، والمسؤول الإعلامي لبلدية كفر دبيان وليد بعينه. وليد صباح الخير. يلا صباح النور. يعني كنت بتمنى كثير ان يكون حدك ومعك عم نعمل اللقاء مباشره من فوق، ولكن قد ايه حلو بدايه خبرني اللي عم تتلج من عشيه، التلج مستمر من امبارح ما زال عم يتساقط يعني اليوم يعني من حوالي شهر ونص لليوم بعد ما وقفت تتلج، ونحن اليوم اجواء كانونيه على مشارف فصل الربيع، بعد يومين فصل الربيع نحن بعدنا عم نعيش جو كانوني بامتياز بكفر دبيان. صحيح. بس الحمد لله يعني هيدي نعمة من ربنا السنة، عم نشوف انه بالرغم من كل الأوضاع اللي موجودة هيك الفسحة البيضة يمكن بتغير الجو بتغير النفسيات اللي موجودة. الحمد لله نشكر ربنا على كل شيء. لما نحكي عن كفر دبيان بنحكي عن منطقة وبنحكي عن ضيعة تعتبر الأكبر بلبنان بما تضم من رياضات صيفية ضمن كفر دبيان صنين، ضمن كفر دبيان فقرة، ضمن كفر دبيان كل هالمناطق يلي بشكلوا هالضيعة الاستثنائية جسر الحجر. خبرني شوي قبل ما نحكي عن العمل البلدي، قبل ما نحكي عن شو الخطوات يلي عم تتخذ وخاصة هذا الموسم يلي رجع رد شوي هيك الحياة لكفر دبيان، شو مميزات هالمنطقة؟ شو مميزات هالضيعة هالبلدة الاستثنائية بقلب كسروان النابض؟ يعني مثل ما بتعرف انه كفر دبيان الله يمكن نعم علينا بهالموقع بهالمركز يلي موجودة، اذا بتطلع بالخريطة بتشوفها هي بنص خارطة لبنان. هالموقع الاستثنائي يلي هو سهل انه توصل عليه، سهل نوصل عليه من بيروت من الشمال بشكل لينك لمنطقة محافظة بقاع، كمان شكل خلال السنين كلها يمكن نقطة استقطاب سياحي لهالمنطقة اللي خلى كل المستثمرين اللبنانيين والعرب والأجانب انه يكونوا بهالمنطقة ويستثمروا فيها. يمكن هذا اليوم عم نجني ثماره للأسف يعني، او للأسف للبنان ولحسن حظنا بالرغم من الظروف الاقتصادية اللي موجودة بكل المنطقة بلبنان، بعدنا هون عايشين بحالة تقريبا جيدة عم نقول سياحية. بعد هالمنطقة بالرغم من غياب السائح الأجنبي بهالفترة، انما الاجنبي الاوروبي عم نحكي، او بعدنا اليوم عم نستقطب المغترب اللبناني اللي عم يجي على طول بالمناسبات وبالفرص السنويه تبعه، عم بيجوا على المنطقه ليتمتعوا بهالرياضه الاستثنائيه اللي بتميز فيها كفر دبيان لانه بتضم اكبر مركز للتزلج بالشرق الاوسط، بالاضافه الى بعض السواح اللي من اخواننا من المصريين والعراقيين. طبعا فنحن كبلديه اكيد
الصعوبات اللي عم نعاني منها والصعوبات اللي عم نعاني منها القطاع الرسمي بلبنان كله سوا، إنما عم نضلنا بالحد الأدنى تنضلنا موجودين نواكب هالقطاعات السياحية اللي هي موجودة والقطاع الخاص، من تأمين البنى التحتية، من تأمين جرف الثلوج، من موضوع مساعدة القطاعات تضلنا مستمرة، تأمين الناس اللي بتوصل لهون، الوضع الصحي، كل هالأمور كلها سوا عم نكون موجودين حدهم بالإمكانيات اللي موجودة كبلية نقدر نضلنا ننجح المواسم السياحية إن كان بفصل الشتاء وإن كان بفصل الصيف. طبعا فرد بيان يعني كبرى ومساحتها تتنوع فيها كل المشي. نعم، يعني ما في إلا موجه تحية كمان لدكتور بسام سلامي رئيس بلدية كفر دبيان على جهوده، على كل مجلس البلدي، على كل أشخاص، وبعرف غيرة أهالي المنطقة على ضيعتهم على بلدتهم. يعني أنا شهدت مجروحة، أنا نصي من فوق، ولدت من بيت صغير وبصيف فوق، بعرف بلمس شو عم تشتغل البلدية وشو هيدا الغيرة الموجودة وهيدا الأمان يلي منحسه إذا بفوت غريب على المنطقة، إذا بفوت حيلا شخص أو إذا بفوت حدا ما منكون عارفين شو جاي يعمل، خاصة بهاي الأوضاع يلي زادت فيها السرقات، زادت فيها الأوضاع المتردية. حرصة البلدية على أن أول شيء تأمن على أبناء المنطقة، أدى هذا الموضوع كان أفضلية بهيدا المرحلة، وخاصة كمان للأشخاص يلي طالعين يمارسوا رياضة التزلج، بقى في هيدا ستاندرد العالي يلي أمنته بلدية كفر دبيان لكل أهالي المنطقة وللزوار، لحتى يكون الكل مرتاح، يكون الكل بأمان. أدى هيدا شغلة أساسية بهيدا المرحلة وليد. يعني مثل ما بتعرف نحن بعطول بكفر دبيان بنجرب نكسر الصيت يلي مطلعينه على كسروان، هو انه غريب. نحن هون بكسروان بكفر دبيان ما عندنا شخص غريب، كل شخص ساكن بكفر دبيان بنعتبره هو ابن البلدة. طبعا بنأمن لهم كل الظروف للإقامة الهادية، الإقامة المريحة، لأنه شخص يلي جاي يقعد بكفر دبيان وخصوصا بهالمنتجعات السياحية بالمزار، وإن كان بفقرة، نعم، وإن كان بكل الأحياء تبع بلدة كفر دبيان، هن جايين لا يستجموا لا يرتاحوا. هلأ سائبت أنه الأوضاع الاقتصادية العاطلة، هالناس الميسورين فينا نقول بين هلالين يلي ساكنين بهالمنطقة، نحنا ما فينا نقوله أنه الوضع الاقتصادي منه منيح والوضع هذا جاي استثمر ليكون موجود. عم نجرب قد ما فينا، الحمد لله إمكانياتنا كبلدية مقبولة، عم نجرب نستثمر بشكل ذكي المقدرات والمدخول تبع بلدية كفر دبيان لنكون عم نوجهه على أشياء ذكية من دون ما يكون في تبذير أو يكون عم نشرط أماكن غير محلها، لنقدر نمرق هالمرحلة الصعبة. وأنا واثق أنه اللبناني عطول بيتكيف، اللبناني عطول بيتكيف وبيتخطى كل الظروف، ومر علينا ظروف أكثر من هاي وأقسى من هاي وتخطيناها. كل اللي بدنا إياه هو موضوع استقرار، استقرار على القليل اقتصادي، الأمن الحمد لله مقبول، نقدر نكمل ونقدر نستمر بهالقطاعات هيدي. طبعا هيدا الاستمرارية وليد بظل الأوضاع الراهنة، بعرف أنه صعبة. قبل ما أسألك سؤال تالي عن التحديات يلي واجهت كفر دبيان بهيدا المرحلة، بداية أنت وين من أي نقطة تحديدا طالع معنا؟ نحن كنا على بيست سكي بمدخل مزار سكي ريزورت بالجونكسيون، انما الوضع المناخي والهطولات اللي عم هلا نزلنا شوي صغيره، بس بعدنا بحي المزار، بحي يعني المزار، بعد المزار على بمحيط جسر الحجر تقريبا. نعم نعم. وليد، التحديات لاستمرار عمل البلديه واستمرار كفر دبيان بهيدي المنطقه، يعني بعرف موسم التفاح بالصيفيه وتصريف الانتاج، بعرف كمان موسم التزلج والرياضات الشتويه، الى جانب الاستقطاب السياحي والاثري والديني وعلى كافه الاصعده، شو ابرز التحديات اللي كانت هالسنتين عم بتواجه يعني بلده كفر دبيان؟ أول تحدي هو الموازنة يلي قيدونا فيها الدولة بموضوع الموازنة، ممنوع تصرف إلا بمواضيع محددة، فكبلونا بالموضوع، موضوع الاجتماعي، موضوع الرياضي، موضوع الإعلامي، هالأشياء كبلونا فيها، ما عم نقدر كتير ننوع موضوع الصرف لنساعد الناس فيه. التحدي الأساسي يعني اليوم عم نحكي بالموسم اللي احنا موجودين فيه قبل ما نحكي بالموسم الجاي، هو موضوع المحروقات. المحروقات عم تشكل عائق كتير أساسي بالنسبة لتحركنا، لجرف الطرقات، لموضوع أكيد
نحن عم نطلعنا بيانات على طول بالبلدية بالنسبة للناس، عملنا الطرقات العامة وقلنا لهم انه شوي صغيرة بالنسبة للمفارق الخاصة، عم ننطر تخلص العواصف لنقدر نفوت بالمفارق وبالأحياء الخاصة لنجرفها. هذا شيء أكيد عم نوفر المصاري لنقدر نستعملهم بأماكن تانية انمائية ونساعد الناس، لأنه بركة طولت الأزمة. تحدي تاني هو نحن بعدنا البلديات كلها عم بتعاني منها، أنه نحن عم نقبض بعدنا على الرسوم، على الرسوم القديمة، بعدنا على دولار 1500 ليرة رسميا، إنما اليوم المصروف كله سوا عم بيتم على دولار السوق. هذا شيء عندك مدخول قليل على مصروف كثير كبير بيضيع الكبريان بحجم المؤسسات الموجودة فيها يلي بدك توكبها. هذا شيء عم بيشكل عائق كثير كبير. مثل ما قلنا السياحة بدها استقرار، استقرار هو استقرار أمني الحمد لله بعده لحديث هلأ الحمد لله بعده متوفر، والاستقرار الاقتصادي. الاقتصاد نحن ما عندنا مشكلة إذا كان دولار بـ30 ولا بـ20 ولا بـ25 كل لبنان، إنما يستقر على موضوع معين لتقدر تبني خطط وتقدر تبني مشاريع مستقبلية على 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 أساس معين. فهذا شيء أبرز أبرز التحديات اللي عم بتواجهنا. هلا بالنسبة بقية التحديات، مثل ما تعرف أكيد إنه نحن كبلدية أولينا موضوع الزراعي بكفر دبيان، وخصوصا السنة الماضية كانت تجربة بلشناها ورح نستكملها السنة. الناس من وراء الأزمة توجهت على الأرض، توجهت على الزراعة. كفر دبيان هي قبل ما تكون سياحة هي مجتمع زراعي، وبشكل زراعة التفاح وتنوع الزراعات موضوع أساسي بهالبلدة. فنحن حبينا كبلدية إنه نساعد وندعم من خلال التسويق، من خلال نساعدهم يعملوا أسواق. عملنا سوق زراعي على عدة ويكندات، كانت تجربة كتير حلوة، ساعدنا الناس إنه يطلعوا يحطوا منتوجاتهم بفقرة بهالأماكن يلي فيها كتير ناس بيترددوا عليها ليقدروا يبيعوا. والسنة رح يكون عنا خطة نوسع هذا الموضوع، نوسع القطاعات يلي بتشارك بهذا القطاع تندعم صمود هالناس بهالمنطقة، ندعم الصمود الاقتصادي لأبناء البلدة والجوار. نعم وليد، شكرا لأنه كنت ضيفي اليوم. شكرا لكفر دبيان يلي دايما بتبين أجمل صورة والصورة الأكثر فيها هيك بياض وجمالية عن لبنان السياحي، لبنان الثقافي، لبنان الزراعة، ولبنان الإنتاج الحلو، حلوة صيفية وشتوية يعني كفر دبيان، لأنه كفر دبيان بلدة لكل المواسم. شكرا لحضرتك وليد بعينه رئيس لجنة التسويق والإعلام والرياضة بكفر دبيان، وتحية لكل أهالي ضايعة للبلدية ولكل شخص بهيدي المرحلة بهالبردات وبهالتلجات فوق. نشكركم، نشكر كل المشاهدين، وندعي كل الناس يدلون يتوجهوا على المنطقة، يدلون لأنه السياحة الداخلية لازم ندعم بعض، نكون موجودين حد بعض بهالفترات هيدي ومرحلة وبتقطع. ونشكر تلفزيون لبنان لأنه عطول على اهتمامه بهالمناطق بالسياحة الداخلية، وعطول أنتوا حدنا وبتسوقونا، بنشكركم عن جديد. هيدا واجبنا، وعلى أمل أنه نكون عم نعمل حلقة كمان مباشرة من أرض كفر دبيان قريبا. شكرا لك وليد بعينه مباشرة من كفر دبيان. مشاهدينا رح نتابع بحلقتنا، رح يكون لنا لقاءات أخرى أيضا إلى جانب اللقاءات الفنية من داخل الاستوديو، حلقة غنية بموضوعات صبحية السبت، نحن وياكم مباشرة على الهواء وتليليبون.com.lb بريك، ومنرجع منتابع نحن وياكم نو زابينج، تابعونا. صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا متابعين حلقة اليوم مباشرة من كفر دبيان. رح ينضم لإلي كمان جوزيف عقيقي مدرب بالاتحاد اللبناني للتزلج، تنحكي أكثر عن هيدي الرياضة وعن هيدا الموسم. صباح الخير لك جوزيف. بونجور مدام فيا. بونجور، يعطيك العافية. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا، مرسي كل يجزو. أدي حلو هيدا المشهد اللي عم نشوفه هلأ مباشرة من التابدين مع الثلج الأبيض يلي مغطى جبالنا ومغطى الصورة كمان. جوزيف، اليوم بدي أحكي أكثر معك أنا عن الإقبال على التزلج لهيدا الموسم، هل في من الشباب عم يقدروا يمارسوا هيدا الهواية وهيدا الرياضة؟ نعم، يعني نحن هيدي السنة بلشنا موسم التزلج ب 26 كانون الأول، كان أول نهار تزلج لهيدا الموسم، ويعتبر انه هيدا التاريخ بكير بالنسبه لغير ايام، بالنسبه لغير سنين.
فهيدا الشيء خلينا انه نكون عم نستفيد من موسم اطول، وخاصه انه كمان الطقس ساعدنا، جينا عواصف ثلجيه عديده، وهذا الشيء بيخلي انه يزيد الثلج على الحلبات، وزياده عن هيك يكون في اقبال على التزلج بشكل كتير منيح. يعني بالنسبه لسنين قبل انا بعتبر انه تقريبا بنفس الوتيره نفس عدد الاشخاص عم يطلع، وبنفس الوقت كمان فينا نقول لحتى اكثر شوي هالسنه. نعم. يعني العالم ممكن لقيت هيدا المنفذ يكونوا عم بيموهوا او ينسوا كل شيء معقول عم بهالبلد والاوضاع الاقتصاديه السيئه وكل شيء، يعني حسوا انه يمكن هيدا الرياضه انه يجوا يتوجهوا لعنا على كفر دبيان على مراكز التزلج يكون هيدا مثل اند فول مال لهم. نعم. يعني اليوم قديش شباب عم بيقدروا يفشوا خلقهم ويطلعوا يمارسوا هيدي الرياضه بظل الوضع الاقتصادي الصعب؟ يعني هو اكيد يعني بالرغم من هيدي الازمه الاقتصاديه وبالرغم من كل الاوضاع اللي عم نعيشها اللي على الكل منا منيحه، عم نضل نشوف مليك اشخاص واعداد كبيره من العالم عم تطلع تتزلج من اول ما فتحوا لحديت هلا ومستمرين. يعني هيدا الشيء قلت لك برجع بقول انه هيدا يمكن لانه منفذ لهم، منفذ بيقدروا يطلعوا يموهوا فيه، يرجعوا ينسوا شو صاير بهالبلد، يمارسوا هوايه بحبوها، يقدروا يعملوا رياضة، وبهالشي هن بيكونوا يعني رغم هالأزمة عم يطلعوا وعم يعملوا عم يتزلجوا عنا. نعم. جوزيف، كونك مدرب بالاتحاد اللبناني للتزلج، خبرنا أكثر عن أهمية هيدي الرياضة من الناحية الجسدية والنفسية. نعم. رياضة التزلج تعتبر من أكثر الرياضات اللي بتحرق سعرات حرارية على الصعيد الجسدي وخسارة الوزن، كما أنه بتنشط الدورة الدموية، بتقوي عضلات الإجرين وكل الجسم، بتحسن البوستير تبع الجسم، وهيدا بالنسبة للناحية الجسدية للتزلج. وأنا بزيد على طول على هذا السؤال أنه الناحية النفسية للخبرية أو الروحية، رياضة تزلج كمان رياضة للروح، مجرد واحد عم يطلع عم يتزلج عم بيشوف مناظر خلابة، عم بيشوف جبال، عم بيشوف مناظر كتير حلوة، تكامل السماء مع التلج مع الغيوم، هيدا الشيء بحد ذاته بيخلي الروح تفرح، وهذا الشيء تلقائيا بيأثر على الجسد، ومجرد هو كان موجود فوق على الحلبات حيكون مبسوط كتير. نعم. قد ايه درجة الحرارة هلا عندكم؟ يعني هلا من شوي كانت ناقص واحد، يعني عم تتراوح بين ناقص اثنين وناقص واحد. نعم. سقعة. ونحن موقفينك. نعم. بالسقعات كمان، بس انه نحن اليوم كمان عم نشجع اكثر الشباب على ممارسه هيدي الرياضه. يعني نحن بس تفضل. ما سمعتك شو قلت. نعم. عم اقول انه نحن معودين كوننا نحن بنتزلج، يعني على طول حراره الحراره على البيستات فوق. نعم. يعني ما بتتخطى على طول العشر درجات اذا كان عم نحكي عن نهار وطقس حلو، وخاصه انه هلا اليوم كمان هيك طقس، كوننا نحن اهل الجبل واهل كفر دبيان معودين على هيك ظروف مناخيه وعلى هيك ساعات. نعم. على كل حال عم نشوف مشاهد مباشره من كفر دبيان على الثلج وعلى بيستات التزلج ايضا. خبرني اكثر عن الاعمار يلي عم بتم تدريبها، عم بيكون في اقبال من فئه شبابيه معينه ولا حتى صغار وكبار عم بيطلعوا حتى يتدربوا؟ نعم. يعني رياضه التزلج فيك تعتبريها الرياضه اللي فيها تشمل كل الاعمار من عمر الاربع سنين لحتى الثلاث سنين، صعودا لاعمار الكبيره، يعني بنشوف كبار بالسن لحتى بيتزلجوا. هيدا الشيء ما بينوجد بكل الرياضات لانه مش كل الرياضات عندهم او بيقدروا اشخاص اعمار صغيره او كبيره يمارسوها. فاللي بتتميز فيه رياضه التزلج انه هي رياضه تشمل كل الاعمار من عمر اعمار الاربع سنين، وخاصه انه انا مدرب بالاتحاد، يعني عندي تلاميذ اعمارهم اربع سنين وثلاث سنين وصعودا طلوع. يعني في عنا كمان لحتى اشخاص كبيره بالعمر بيتفاجئوا العالم انه بيشوفوا زلمه كبير عم يعمل، بالعكس هيدا
هذا شيء طبيعي وهذه الرياضة لكل الأعمار. نعم. جوزيف، من المتعارف عليه أن الشخص اللي بده يطلع حتى يمارس رياضة التزلج إذا ما عنده تونيو دو سكي بده يستأجر تونيو دو سكي حتى يمارس هيدي الرياضة، هل عم تاخذوا الإجراءات الضرورية اللازمة، خاصة أنه بنعرف قد اليوم الأشخاص خايفين من كورونا، عم بيكون في إجراءات مطلوبة وضرورية وعم تكونوا على أهب الاستعداد أنكم تلبوها؟ نعم اكيد، يعني هيدا الناحيه تبع الكورونا والازمه الصحيه اللي مرقنا فيها، شركه المزارسكي ريزورت عنا بكفر دبيان اخذت كل الاجراءات الوقائيه لهيدا الشيء. باي طريقه كان في تباعد بين الاشخاص هن وناطرين ادوارهم تيطلع على التلسياج، كان في الزاميه وضع الماسك ضروري للكل، وممنوع حدا يطلع على التلسياج او يكون على الحلبات الا ما يكون حاطط ماسك، وهيدا الشيء العالم التزمت فيه ونحن كلنا التزمنا في كرمال السلامة العامة والصحة، يعني وما يكون في خطر على أي شخص. وبعتبر أنه كل شخص كان عم يطلع على فوق كان عم يلتزم بهذه التدابير اللي حطتهم شركة المزار، وهذا الشيء خلى أنه يمرق الموسم وما يعتبر أنه عنا حالات كورونا أو تأثير على الصحة أو التقاط. والتونيو عم يتعقم جوزيف، ما عليك، انا اليوم بدي اسال السؤال اللي رح يسالوه كل الاهل، يعني اكيد. نعم اللي خبرنا اكثر اكيد، يعني هلا هو يعني اغلبيه الاشخاص اللي بتطلع، نعم تفضل اغلبيه الاشخاص اللي بتطلع على العنا على البيستات بيكون عندها اول شيء يمكن التونيو دو سكي، وفي حال في اكيد فئه من العالم ما بيكون عندها بيضطروا انه يستاجروا. لا. أكيد هيدا الشيء عم يتاخد بعين الاعتبار بالمطارح اللي عم بأجره، تونيو عم تكون عم تتعقم، عم ياخدوا كافة التدابير كرمال الأشخاص يكون عم تلبسها بطريقة سليمة وما يكونوا معرضين لأي فيروس أو لأي مرض. نعم. كمدرب ومتزلج بنفس الوقت، شو النصائح اللي بتعطيها للمتزلجين اليوم؟ يعني اكيد انا كوني انا هون، يعني انا صغير اكتسبت اذا بدك مثل هيك تبس صغار بقدر اعطيهم لاشخاص معقول يطلعوا لفوق. انا بالنسبه لي اذا واحد بده يطلع يعمل سكي قرر يطلع نهار يعني قضيه فوق بده يكون متكامل من كل الميلات، على الصعيد التحضير، على الصعيد الاكل، على الصعيد الروح والنفسيه تبعه. اول شغله اذا هو محضر يطلع عباله يطلع يعمل سكي شي نهار، بنصحه اول شيء الصبح يكون عم يتروق ترويقه صحيه تكون بتشمل فواكه، عسل، حليب، شيء تعطيه طاقه وحيويه ونشاط ليقدر يبلش نهاره. واكيد لازم يكون عم يوعى بكير كرمال يبلش نهاره من اول نهار ويكون عم يستفيد لاخر تكه. ثاني شغله نحن على البيستات بيوصل لازم اول شغله يعملها هو انه يعمل تحمية صغيرة، لانه نحن بنعرف بالرياضة في حال دغري بلشنا بالرياضة اللي عم يعملها بطريقة انتنسيف دغري هذا الشيء بيأثر، يمكن معقول ينمزق يروح شيء بحاله. فنحن ندعي كل المتزلجين وكل الرياضيين انه اول ما يبلشوا قبل ما يبلشوا سكي يعملوا انشوف ما صغير تحمية صغيرة للجسم من الفوق لتحت وبيبلش نهاره وبيطلع. واكيد نحن على البيستات لازم يكون حذر من الاخرين لانه بنعرف بيكون ايام في عجقه معقول في يصير في تضارب بين الاشخاص يفوت حدا بالثاني بلا انتباه وهذا الشيء بيؤدي لكسور باليد وبالرجل. اكيد هذا لازم يكون حذر هو نازل يعني، واكيد يكون عم بيمارس الرياضه بطريقه مزبوطه متبع التكنيك المزبوطه، واكيد يكون عم يستفيد من نهار بكل الثواني اللي بقلبه لانه النهار رح يكون فيه موجود ما رح يكون نهار مثل الباقي الايام. نعم جوزيف، حقيقي يعني حمستنا وشجعت كل اللي عم بتعبونا اليوم يطلعوا لعندكم على كفر دبيان حتى يمارسوا هيدي الرياضه، وبنفس الوقت حتى كمان اذا ما كان عندهم قدره انه يمارسوا رياضه التزلج كمان يزوروا المنطقه ويتفرجوا على بياض الثلج. مشكور جوزيف حقيقي مدرب الاتحاد اللبناني للتزلج، اهلا وسهلا فيك، انضميت لنا مباشره من كفر دبيان. ميرسي لك، ميرسي لك مدام فيا. فاصل علينا صغير وبنرجع.
مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم، برحب فيكم من جديد كل الأشخاص اللي عم يترافقوا معنا بهالحلقة ما بين المباشر من خارج الاستوديو من بلدة كفر دبيان أو مواضيعنا داخل الاستوديو. رح نروح لجولة فنية على أبرز المواضيع يلي حصلت بالآونة الأخيرة. أكيد لما نحكي عن هذا الموضوع بنحكي عن حدا عم بيضج على السوشيال ميديا وعم يتشيطن على السوشيال ميديا لحتى تكون عم تحكي بكل مواضيع مؤخرا الصحفية والإعلامية رولا نصر تنضم لقلي لنعمل هيك راوند أب فنية نهار سبت. رولا صباح الخير. صباح النور. أول شيء مرسي كثير على الاستضافة. أهلا وسهلا. شرفنا كثير نكون على شاشة تلفزيون لبنان. مرسي. أهلا وسهلا فيك. استعملت الكلمة المضبوطة، عم تتشيطن على السوشيال ميديا. كتير. مش كثير شوي. شوي. بس هيدي شيطنة لحتى أوقات تضوي إيجابية على مواضيع مهمة فنيا، وأوقات كمان مهمة الصحافة كمان إنه يكون صح. عم بيضوي، وبعتذر على التعبير، يعني مش بعتذر لأنه تعبير لبناني، عم بيحركش بمطارح. أيوة. لحتى يستفز الفنان الجمهور لحتى هيك يطلع يعمل الأفضل. أكشن لحتى الخبر أكشن. يوصل على يعني ينتشر بأوسع. صحيح. كل اليوم ممكن. هيك إذا بدنا نوصف قبل ما نحكي عن بعض الأحداث والأشياء اللي سمعناها وانتشرت، أنت حكيت فيها كتار من الناس من الصحافة تناولتها أيضا من بعد جائحة كورونا، من بعد الوضع الاقتصادي المتردي بلبنان. اليوم عم نرجع نشهد هيك عودة شوي. أيوة. للحياة. مزبوط. كيف هيك منوصف هيدا العودة؟ حركة كتير حلوة عم بتصير. أنا ما كنت متوقع يرجعوا بهيدي السرعة. لأنه بالعادة لما بيصير في شيء مثلا بالبلد خضة أمنية أو سياسية، أول ناس بيوقفوا هن الفنانين وآخر ناس بيرجعوا ببلشوا. هالمرة لا، صار العكس يعني الحمد لله، وهذا شيء نحن بننبسط فيه كتير لأنه عم نشوف نشاط الفنان اللبناني وين ما كان، بالسعودية، بأمريكا، بدبي، بدول أوروبية كتيرة. هيدي الجولات اللي عم بتصير عن جد بتكبر القلب، والأغاني اللي عم تتقدم كمان عم بتكون ناجحة بشكل كتير كبير، وهذا شيء جدا حلو جدا. طبعاً. رائع يعني، يعني بنحس إنه ما بقى في عنا غير الفن نتفائل فيه بهذا البلد. طبعا على كل حال يعني العودة الفنية مثل ما قلتي رجعت بحفلات، بأغنيات. صحيح. بإطلالات، يعني موسم الرياض كان والعان. طبعا. دبي اكسبو عمل شغل روعة. ناقصنا بس حفلات ببيروت. لازم ناقصنا بيروت. طبعا رح احكي عن هذا الموضوع الصيفية. يعني امام ضجة العالم العربي كله بالحياة بالحفلات بالمهرجانات، هالشي غايب للأسف عن لبنان. قد هذا الشيء منا معودين عليه وقد ايش معودين عليه، وهذا بعتقد راجع على سوء تقدير المنظمين، لأنه مش هالقد الحياة عنا ميتة. صحيح نحن عم نعاني اقتصاديا والبدك ايه، بس نزال مثلا على الشارع المحلات مليانة، الكافيات، القهاوي، المطاعم، في حركة. سو يعني شو فرق إذا عملنا حفلة لفنان فيهم مثلا يشتغلوا على شغلة معينة، أنه يخفضوا شوي من أجورهم لحتى اللي بده يدفع حق تيكت ما يكون حق التيكت كتير غالي، وهيك بترجع الحياة شوي شوي. برأيك قادرين بهذا الوضع أنه نعمل حفلات؟ طبعا. هيدا على رأس السنة نعمل حفلات مع سلطان الطرب، جورج وصوف، كانت حفلات بتجنن. ونعمل كمان عاصي حلاني، وهلأ ملحم زين هيكون عنده حفلة على عيد الفطر. ان شاء الله يعني انه شوي شوي يعني بدهم هن كمان يضحوا مع الشعب اللبناني نتفه صغيره. عم تحكي يعني بين منظمين وبين فنانين. ايه طبعا اكيد اكيد. لانه اذا حيكون ياخذ الفنان نفس الاجر كان يتقضى قبل، بده يوصل حق التيكت ل $1000 يعني. سو اكيد ما حدا قادر يدفع هذا المبلغ. يعني اذا بيرخصوها شوي بيمشي الحال. طبعا ذكرت يعني الفنان يلي كلنا بنحبه وبنحترمه الاستثنائي جورج وصوف. طبعا الاسطوره. باخباره يلي دائما بتتناوليها كمان بالفيديوز يلي بتحكي عنهم، يعني هالاسطوره الفنيه. حبيت هيك البيوغرافية اللي انشغلت عنه، ما بعرف اذا صار لك تحضريها، كثير ضج العمل. ايه على شاهد قصدك الوثائق على شاهد. ايه شفت شوي منه صراحه، ما تبعته كله بس اكيد بدي ارجع احضره. برايك هيك عمل عن جورج وصوف ممكن ينحصر بعشر حلقات او لا لازم يكون مفصل اكثر في تفاصيل يمكن ما بيقدر يضوي؟ لا انا بحس كان لازم يختصر اكثر. اقف. ايه يعني الناس ما بقى تحب التطويل كثير، صرنا بعصر عصر السرعة يعني سريع. ايه يعني في قصص مش كتير بتهم العالم نفوت فيها بهالقد بالديتيلز يعني. الاختصار بهذا العصر صار أفضل. نعم. أنه هو منه مسلسل، لو مسلسل أوكي غير موضوع، بس وثائقي عشر حلقات حسيته تو ماتش. نعم. رولا كمان بالمقلب الآخر إذا بدي أحكي شوي عن الأخبار الفنية اللي شفناها مؤخرا، شفنا ستارز اون بورد يلي كتير ضجت حفلاته، كتير ضجت كمان بالجمهور العالمي.
النجمات يلي حضروا كثير اخذ سجال رد فعل اليسا مع الفانز، كثير اخذ سجال حضور نوال الزغبي بحفله الفنانه نجوى كرم، اكيد مع حفظ الالقاب للكل، كلهم نجمات وكلهم نحترمهم ومنحبهم. قد ايه هيدي الحركه صحيه وكيف بتوصفي ستارز اون بورد وكل يلي صار حواليها من سجل؟ هي للأسف كل فترة لما بيجتمعوا الفنانين اللبنانية بده يصير في هيدي القصص، ليه ما بعرف، يعني لو كانت مثلا مع فنانين مصريين ما بيصير هيك. الحفلات حلوين والنشاط حلو والحركة حلوة، بس ليش عطول دايما في زكزكات؟ هيدا الزكزك وقال لي وقلت له، والفانز بيسلعوا بيصيروا بيسبوا بعضهم، وهي بتلطش على هاي وهي مدري شو بتعمل لهيديك، مش حلو هيدا الجو. بتحس انه ما في محبه، لو في اجواء محبه ما كانوا بيوصلوا الفانز انه هالقد يسبوا بعض. بس الفنان ما بيكون عارف بكيف عم يتصرفوا الفانز او كيف، مش مزبوط تويتر او كيف هالامور برايك مزبوط. الفنان الفنانين متابعين بشكل بيتواصلوا بشكل كتير مباشر مع الفانز، وانا اكيد من هيدي المعلومه الكل من دون استثناء. رولا اليوم كمان بظل الوضع الراهن بلبنان بالسنوات الاخيره، يعني مع بدء الثوره بلبنان بتشرين 2019 شفنا اراء سياسيه ظهرت لفنانين لبنانيين، في ناس فضلوا الحياد بس في ناس كانوا هالقد واضحين بارائهم، ناس كنا مفتكرينهم يمكن عم بيغنوا الوطن والسلطة ولكن طلعوا هن معارضين، ناس معروفين بأرائهم السياسية وانتماءاتهم وجاهروا فيها. خليني أقول برأيك الفنان هو ملك كل الناس أو لا بحق له يكون عنده هيدا الشق من حياته يجاهر فيه قدام العالم؟ صحيح هو ملك كل الناس، بس هيدا الشيء ما بيمنع انه هو كمان مواطن وله حق يعطي رايه بالسياسه، خصوصا نحن بلبنان مش ببلد ثاني. نعم بلبنان العالم تتنفس سياسه، الولد الصغير بيحكي سياسه، والفنان مواطن مثله مثل كل هالناس، له حق اكيد يعبر عن مواقفه بس شرط ما يكون متطرف. بنفس الوقت الجمهور يلي هو مش من هيدي الفئه ما له حق يحكم عليه لانه هو من غير راي سياسي، يعني تنقول انا بحب اكس من الفنانين، اذا عرفت انه هو ضد سياسته ليه أنا بدي أكرهه؟ أنا شو إلي معه؟ وين حرية الرأي؟ وين هيدا شيء مقدس بالدستور عنا إياه؟ بس شرط ما نكون متطرفين لما نقول رأينا السياسي طبعًا. لما نكون فنانين يعني طبعاً وعكل حال، لأنه هيدا الشيء بيزيد الإنقسام بيزيد يعني مثلاً شفنا كذا مرة معين شريف من حمزان حكيوا آرائهم السياسية بس ولا مرة استفزوا حدا، حكيوا رأيهم من دون تجريح من دون. مين يلي استفز برأيك؟ أكثر حدا إليسا طبعًا. للأسف أنا بحبها كتير لإليسا بس بتزعجني بهيدي النقطة، وهي الشغلة الوحيدة اللي أنا بنتقد عليها. في البعض بيتهموني أنه أنا بنتقدها لأنه هي مش من رأي السياسة، هذا شيء أبدا مش صحيح. اللي بنتابعني بيعرف كتير منيح أنه أنا بحكي عن كل الفنانين، هل هن كلهم من نفس رأي السياسة؟ طبعا لا، والعكس صحيح. في ناس ضد رأيي بالمطلق من مثل هون ووين بدك يعني، وعطول بدافع عنهم وبحكي عنهم بكل إيجابية، هيدا الشيء ما قالوا عليها. صحافة أنا بس انتقدت التطرف يلي عم تمارسه ببعض الأوقات. أوكي فهمت وجهة نظرك، علما أنه هي من وجهة نظرها هيدا واقع وهي عم تنقل يمكن شريحة كبيرة بيشبهوا رأيها بلبنان، يعني فيها تكون أهدى شوي لما تقول هيدا مش تهاجم الناس يلي تابعين هيدا الفئة، يعني هي مثلا حرة تنقول تنتقد الرئيس، حرة هيدا رأيها، بس مش تنتقد الناس يلي ماشيين مع الرئيس، هيدا صار اسمه تطرف وبيزيد الانقسام. رولا برأيك الصحافي الفني بيقدر يعبر عن آرائه السياسية؟ ليش لا وقفت على الصحافة الفنية؟ يعني عم نشوف اليوم نحن ببلد فيه هالقد تنوع وهالقد آراء، حتى المذيعين يلي بيشتغلوا بدومين السياسة صاروا هن كمان هن أكثر ناس لازم يكونوا حياديين وموضوعيين، هن أكثر ناس عم بيكونوا متطرفين أو إنه يعني بيجاهروا بآرائهم وصاروا عم يترشحوا يعني انتماءاتهم انتماءاتهم إيه بتحسها واضحة كثير بأحاديثهم بتلتشاتهم على تويتر بكل هيدي القصص. يمكن ليه الصحافي الفني ما بده يقول رأيه؟ صحيح يمكن كلنا وصلنا لمرحلة بهذا البلد بدنا نقول يلي عم نحسه يلي عم نعيشه، ما بقى فينا نلمع الأمور مع الأسف. رولا بالمقلب الآخر كمان خبر بهمني أني أحكي عنه، المخرجة والنجمة نادين لبكي كفر نحوم يلي ضج الدنيا وهو ثالث أفلامها يلي نال جوائز عالمية، نال جائزة بكان كمان، في حديث مؤخرا عن دعوة رفعت بحقها بسبب سرقة يعني المحتوى من فيلم تركي ومن مخرجة تركية حاولت تتواصل معها، كثير أخذ هيك تفاعل هذا الموضوع، كيف أنت طلعتي له؟
أنا يعني تناولته بآخر حلقة عملتها بشكل كخبر يعني، لأنه ما عندنا بعد وجهة نظر نادين من الموضوع. حاولنا كتير نتصل فيها، في أنا وأكثر من صحفي زميل لقالي كانت عم بسألون ما في رد، قالوا لي ما في ولا أي رد. يعني بعتقد نادين لازم تطلع توضح أو تقول شو يلي حقيقة صار. نحن سمعنا المخرج التركية بس ضروري نسمع وجهة النظر الثانية، ما فينا نحكم ولا نتبنى. طبعا إذا كان اتهام المخرج التركي صحيح بيكون شيء جدا مؤسف، وإذا كان لا يعني أنا بميل إنه لا، لأنه نادين مش أول مرة بتعمل فيلم، يعني مش مخرجة طلعت هيك من ال من لا شيء يعني وصارت مخرجة عالمية. هي أذكى من إنها تكون عم تسرق. إيه إنه يعني أفكار. ممكن يكون طبعا. في شيء وتكبر تضخم بالميديا أكيد. أو هذه المخرجة عم تعمل دعاية على ظهر فيلم كفرنحوم، ما بنعرف. ناطرين رد نادين، ضروري تطلع ترد وتوضح. أكيد نادين بوقت يعني اللي لازم ترد فيه رح تكون عم بترد، لحتى تكون عم تحكي. هون عم نشوف مشاهد من الفيلم، هالفيلم الاستثنائي يلي عمل من صبي عم بمر بأزمة نجم صحيح. خليني أقول، وطرح مشكلة أساسية بهذا الموضوع. رولا رح تابع بحديثي، رح روح كمان عربيا لنحكي شوي عن شيرين. شيرين مؤخرا بإطلالاتها بهذا الاستعطاف الجماهيري يلي عم تعمله بقضية إن حلقت شعرها، بكل يلي عم تتصرف فيه بالحفلة مؤخرا، يمكن الكل انتقد على شكلها كيف لابسة وكيف عم تتصرف. ليه الفنان ما بحق له يكون دايما بدها تكون صورته ملمعة برأيك؟ ما بحق له شيرين تكون منا مرتاحة تعمل حفلة بس تكون منا مرتاحة مثل ما الناس معودين عليها؟ أو لا برأيك لازم تبعد عن الأضواء وتضل صورتها ملمعة قدام الناس؟ هي مش قصة صورة ملمعة، أكيد الفنان هو من الناس اللي بيحسوا كتير غير عن العالم. ممكن تنفعل مرة على المسرح تبكي تدمع أوكي، بس هيدا الشيء ما يأثر على أدائها. يعني حتى أدائها صاير متراجع، بتحسها طالعة على المسرح غصب عنها. إذا ما أنا قادرة عن جد تقعد بالبيت تاخد فترة نقاهة تتعالج نفسياً لحتى تمرق هيدي الأزمة، لأنه شفنا كتير فنانين مرقوا بقصص أصعب من هيدي بكتير. بذكر منه نوال الزغبي مثلاً، إليسا، الأسطورة صباح، حياتها كانت كلها عذاب. هل شفتوها شي مرة طالع عند على الناس بهيدا الشكل هالقد حزين؟ دي حفلة؟ هلأ مقابلة مثلاً انفعلت كمان بكيت أوكي بتصير عند كل الناس، بس مش طالعة على المسرح. الناس جاية تنبسط، جاية دافعة مصاري لتحضر انترتينمنت، مش فيلم دراما بالسينما. بس بدي أحضر بكي بروح بحضر فيلم بالسينما، والجمهور ممكن يسامح مرة ومرتين، بس إذا هيك رح يضل رح يبطل يسامح بعدين. بالمقابل كمان انتشر امبارح فيديو لشيرين كتير مهضوم بحفل زفاف، كتير عم بتناقض حالة مع العروس والعريس، قاعدة معهم وغمرتهم وعم بتغني ولا أهضم من هيك يعني، وقريبة من القلب مثل عادتها. شيرين بالمقلب الآخر كمان من الأخبار يلي سمعناهن عربيا بحفلة فنان العرب محمد عبده والفنانة نوال الزغبي، سمعنا تعليق لسيدة فجر السعيد كمان يعني طالت في نوال ووصفتها بوصف عيب يعني التعبير لا يليق. خليني أقول لا أقولك تصرفت بهذه الطريقة، وكيف الفنان يعني بيتلقى هيك خبر؟ يعني نوال لما تسمع هيك أخبار كيف ممكن الفنان يتلقف هيك أنواع أخبار؟ هلأ هي فجر السعيد صار هيدا أسلوبها، يعني من على طريقة خالف تعرف على طول بتستعمل هيك قصص بس لحتى الناس تحكي فيها على السوشيال ميديا، وبحس صار لازم الوقت إنه ما بقى نرد عليها لأنه شكلها هي يعني عايشة على هدول القصص، عملت شهرتها من وراء هيدي المفردات والتعابير. كتير عيب يعني كلمة وسواسة، سألت أنا ناس بالخليج شو بتعني تحديدا، مش بس أنه صوتها مزعج، هي بتعني أنه صوت الصرصور، أنه الصرصور هالقدي صوته مزعج فبيقولوا وسواس. كتير عيب يعني اللفظ يلي استعملته فيها، ما تحبها لنوال، في كلنا مثلا منحب هيدا الفنان ما منحب هيدا الفنان، في فنانين ايه انا اصواتهم تزعجني بس ما نفقد الاحترام بنقدنا، عيب ايه يعني انت اعلامية كبيرة ما بيجوز طبعا. بالمقلب الاخر انتاجات جديدة ابصرت النور بالاسبوع الماضي، رح احكي عن الاقدم بهالجمعتين يلي هو اصدار لعبير نعمة. ايه بلا منحس رائع الاغنية، حبيتي بحب صوتها كتير لعبير، وبحس انه من الفنانين يلي انظلموا لازم تكون اسمها وشغلها واصلين اكتر.
للاسف هيدي نوجه لها تحيه كثير كبيره لعبير، صوت من ذهب واخلاق من ذهب، يعني بتبيض الوجه فعلا. والاغنيه اكثر من رائعه. بالمقلب الاخر شفنا الفنانه نانسي عجرة من بعد حفلاتها ومن بعد دبي اكسبو ومن بعد كل يلي شفناه، اطلقت ميوزك فيديو مؤخرا من توقيع الفنان أو لانه فنان طبعًا. ومخرج سمير سرياني. الستايلينج كان لزميلتنا السابقه بتلفزيون لبنان ساره كيروز اللي لبستها بطريقه كثير ناتشرال وحلوه، ما تعودنا انه نشوف نانسي بهالطريقه. واطلاله للنجم اللبناني والمخرج رودني حداد، كمان بعمل في بعد انساني، في رساله من خلاله. مزبوط. كيف بتوصف هذا العمل؟ رائع، يعني هو فيلم قصير انا شفته، ما شفته فيديو كليب، خصوصي لانه عم بيعالج قضيه صارت منتشره كثير بالوطن العربي للاسف، حسب اخر احصاءات نسبه المدمنين كترانه كثير. فبعتقد انه كل حدا منا يمكن صار بيعرف شخص مدمن على المخدرات. اهم رساله شفتها بالفيديو كليب هي انه لما اخر شيء وصلت، يعني وقفت بالسياره وطفيتها وما رجعت فلت، انه مش بس انه هي زوجي وبتحب وبدها تحافظ على بيتها، في شيء اهم بكثير وهو انه مدمني المخدرات هن ناس مرضى، ما بينتركوا هيك، لازم نضل حاجه نكون حدهم حتى يتعالجوا ويتخطوا الازمه اللي هن فيها، لانه ما في اصعب منها. كان واضح لانه بعيونه لرودني انه هو شخص ندمان، مش معناتها انا بتعاطى معناتها انا شخص شرير، انا انسان مريض. يعني عكس ما بتقول الغنية لازم يعتذر وفي يعتذر ومنعطيه فرصة تانية للشخص يلي جسد شخصيته الممثل اللبناني رودني حداد. إلى جانب كل هيدي الانتاجات، إلى جانب كل هالأعمال يلي عم نشوفها اليوم على الساحة الفنية، فارس كرم طرد حدا على المسرح؟ لا فارس ما بيعمل هالحركات، بالعكس هو أكثر كبيرة حدا أكيد أكثر حدا متفاعل مع جمهوره. وهيك اللي صار إنه كان بحفلة أمريكا هو وطالع على المسرح، كان كثير في ناس فمحوطينه البادي جاردز لحتى يكون وصل، لأنه في الممر طويل ليكون وصل على المسرح. صح صح. فلما صار على الستيج بادي جاردية بقيوا وكانوا عم بيجربوا يبعدوا العالم عنه، فطلب منهم انه ينزلوا عن المسرح لحتى هو جاي يغني للناس اكيد مش للبادي جارد طبعا. بس في عالم فكر انه عم يشحت الناس، هو لا مش صحيح. على ابواب يعني مقربه الشهر الفضيل اللي بيبدا مطلع شهر نيسان، كمان الاعمال الدراميه يلي عم تتحضر وضجه كبيره حواليهم، يمكن عم بتصير غياب لنجوم كانوا حاضرين بالسنوات السابقة وما رح نشوفهم هيدي السنة، مثل سيرين عبد النور، مثل نادين نسيب نجيم، مثل تيم حسن، مثل قصي خولي. يعني بالمقابل في حضور لمسلسلات بأجزاء تانية مثل الموت بالجزء الثاني اللي كتار من الناس ناطرينه مع نجمة ماجي بوغصن، دانيالا رحمة، يعني هالقد مع شخصيات جديدة فاتة على القصة. برأيك اليوم مع الأوضاع الاقتصادية، المنصات أنقذت الوضع بلبنان والممثل اللبناني والفنان اللبناني يلي بعده قادر يشتغل لحتى يقدر يصدر للخارج، لأنه عم نشوف في شح بإنتاجاتنا اللبنانية، عم نشوف الأعمال التركية مسيطرة. صح. على محطاتنا اللبنانية مع الأسف. مزبوط. هي هيدي المصاري اللي عم تندفع على دبلجة الأعمال التركية وشرائها، لو بتنصرف على دراما اللبنانية كنا مش بحاجة لحدا بصراحة. شيء مؤسف عن جد، شيء كثير مؤسف. لأن احنا قاعدين بالبيت وعم نحضر إنتاجات معلبة جاهزة من الخارج، يعني حتى الأعمال التركية صارت بتزهق، مسلسلات جدا طويلة بتغير وكل بتحس حالك عم تحضر مسلسل ثاني. طب ليش كل هالمصاري اللي عم تنكب ما بتنكب على دراما اللبنانية؟ بيجي الممثل اللبناني بصير بدهم يشارطوه على 10 دولار و20 دولار، عن جد شيء معيب. يعني تحية للمنصات كمان، لأنه عن جد لعبت دور كثير كبير، مش بس انها عم بتساهم بانها تضلها دراما موجوده، كمان فتحت باب كثير مهم للتنويع، انه مش دائما عم نشوف نفس الاشخاص، نفس الممثلين، نفس القصص، نفس المخرجين، عم بيكون في تنويع كثير كبير على المسلسلات اللي عم تنعرض على المنصات. انا كثير مع هيدا الشيء، ومش كثير زعلانه انه فيها النجوم غايبين، لانه كمان حيكون فاتح فرصه لنجوم ثانيين نحن بحاجه كمان انه نشوفها. طبعا. الصحفي رولا نصر، شكرا على هالراوند اب اللي شاركتيني فيها بصبحيتنا للسبت. انبسطت انه التقينا عبر شاشه تلفزيون لبنان. شرفني.
وبتمنى لك اسبوع حلو واسبوع هيك ان شاء الله. ما في مشاكل ان شاء الله يكون ضيفه ما ويكون بدي احكي بحلقه الجاي ويكون الا ما يطلع الا ما يطلع الا ما يطلع. عم نتابعك على كل حال على مواقع التواصل الاجتماعي. شرفتينا. شكرا لك رولا. اهلا وسهلا. يا هلا بلاجر. مشاهدينا منتابع بصبحيتنا نحن وياكم ولكن بعد الفاصل. نو زابينج. تابعونا. صباح الخير لكم مشاهدينا متابعين حلقتنا المباشرة من برنامج أحلى صباح عبر شاشة تلفزيون لبنان. رح نروح هلأ أنا وياكم على كفر دبيان لهيدا النهار الرائع من كفر دبيان تحديدا ورياضة التزلج وتلج لبنان يلي مغطى جبالنا. رح يكون معي مباشرة رجيع عقيقي مدرب وطني ورئيس نادي باراماونت توين كلاب وبرافقه ابنه المتزلج رايان عقيقي بطل لبنان للتزلج لهالموسم. صباح الخير لكم رجيع. عم تسمعني؟ ايه انا معك عم بسمعك واضح. صباح الخير لك رجيع. اهلا وسهلا فيك. يعني 25 او اكثر من 25 سنه خبره بمجال التدريب وحضرتك من مدربي الاتحاد والمنتخب اللبناني. خبرني بدايه عن الامور المتاحة برياضة التزلج تحديداً وعن المطالب اللي عم بتطالبوا فيها لتحسين هيدي الرياضة. هلأ نحن أكيد يعني من 20 سنة لهلأ اللعبة كتير تطورت وهي دايماً منقول إيد وحدة ما بتزقف. يعني بوجود محطة تزلج هالقد كبيرة بالضيعة عنا بكفر دبيان يلي هي أكبر محطة بالشرق الأوسط ما قلنا إلا أنه نحن نتعاون معها على الأخير وكل يلي بيتعاطوا بلعبة التزلج يتحدوا مع بعضهم كرمال نعلي هالمستوى وكرمال نقدر نقدم شيء منيح للبنان على الصعيد الدولي. لأنه نحن المجهود عنا كتير صعب وقصة الرياضة على طول منا مهتمين فيها مثل الدول الأوروبية. فعنا تحدي كتير كبير وهيدا التحدي نحن إذا ما كنا متحدين مع بعضنا واقفين حد بعضنا بلعب التزلج ما فينا نوصل لعيبتنا لمستوى مميز على صعيد عالم. نعم. طيب رجاء شو هي التحديات يلي عم تواجهوها؟ أول شيء أنت بتعرفي أنه لعبة التزلج هي لعبة مكلفة جدا وخاصة وقت واحد بيفوت بشق السباقات التكلفة بتزيد لأنه نوعية التياب تتغير، نوعية الكاسك البروتكشن يلي بيعوز اللعيب بيعوز أكثر من جوز سكي وبدلة السبق هودي كلهم مكلفين. يعني إذا نحن عم نحكي على شخص مستوى المادي تبعه وسط بس عنده كاباسيتي كتير قوية أنه يوصل رح يكون عنده مشكلة مادية أنه هيدي بالمرتبة الأولى. هلأ مثل ما بتعرفي كمان الوضع الاقتصادي والمشاكل يلي عم نقطع فيها بالبلد قبل كنا نلاقي كتير دعم كنا نقدر نجيب سبونسورز من, من, من كتير مطارح هودي من 3 سنين وقفوا صار المجهود تقريبا فردي وصار هيدا تحدي كتير كبير علينا أنه يا بدنا نفل يا بدنا نضل ونحن قررنا أنه نضل بهاللعبة وقررنا بالموجود نقدر نتحدى ونعمل أحسن شيء فينا نعمله. نعم. يعني اليوم حاجاتكم كمدربين محترفين شو هي تحديدا؟ هلا نحن في عندك شقين. يعني اول شق هو دائما انا لي 25 سنه بالدومين بعدني بقول بعد ناقصني بعد بدي اتعلم بعد بدي اتقدم. السكي لعبه كثير واسعه لعبه صعبه منا هينه فيها كثير فئات عمريه فيها كثير يعني تغيرات بطريقه التدريب لحسب عمره للولد. أول شيء نفتقر للمتابعة أنه نحن نقدر نعمل دورات خارج لبنان كرمال نحن نحسن مستوانا أكثر. وتاني شغلة يعني التحضيرات على التلج نحن وقتها بدنا نروح نعمل سبق بأوروبا مثلا المشكلة عندنا أنه نحن تحضيراتنا والتمرينات تبعنا ما عم بتكون
على المستوى البيستات يلي عم نروح نحن نسابق عليها. يعني نحن بحاجة أنه من ميلة مستوى المدربين يعلى كلبنانية أكثر، ويكونوا اللبنانية هن جديين أكثر أنه هن يقووا حالهم. وتاني شغلة هي بترجع لكل منطقة تخصص أكثر بيستات للعيبة التزلج، أنه هن يكونوا عم يتمرنوا على بيستات صعبة كرمال يقدروا وقت بيروحوا يسابقوا برا يكونوا معودين على هالقد صعوبة يقدروا ينافسوا عليهم. نعم، بعرف أنك أسست نادي باراماونت توني كلاب من أكثر من 5 سنين تقريباً، خبرني أكثر عن هذا النادي مثل ما متعارف عليه أسسته كرمال مساعدة أهلك فرديبيان تحديداً اللي ما عندهم القدرة أن يمارسوا رياضة التزلج بسبب الظروف المادية أو الوضع المادي، ومساعدتهم لتحقيق بطولات برياضة التزلج. كيف خلقت هالفكرة؟ خبرني. صح، صراحة هي الفكرة تبع باراماونت، الفكرة تبع بارامونت توين كلاب بلشت كتأسست شركة تتعاطى الأمور الرياضية والنشاطات الرياضية، والفكرة هي بترجع لأمين السر بالنادي رياض عقيقة وأمين الصندوق صندين بعينه، هن أصحاب هذه الفكرة. وأسسنا مثل إيكول دوسكي أول شيء، وبلشنا نطلع تلاميذ من المدارس، من ناس بشركة حابة تعلم الموظفين عندها، صرنا نفتح على هيدي الأمور. بعدين وقت تطورنا وكبرنا قعدنا حكينا سوا أنه ليش نحنا عنا كل المعطيات وعنا كل القدرة أنه نعمل نادي، ونحنا حابين كتير أنه نعلي بعد اسم كفر دبيان على صعيد بطولة لبنان. نعم. فكانت فكرة تأسيس نادي بارامونت توين كلوب، وانتمينا لعائلة الاتحاد اللبناني للتزلج، ونحن عم نشارك من تقريبا 4 سنين ولقدام بسباقات بطولة لبنان على اسم بارامونت توين كلوب، وفي عنا حوالي 8 ولاد عم بيشاركوا بالبطولة وعم يعملوا نتائج مميزة. الفكرة هي مزبوط، نحن كانت الفكرة انه انا اقدر اعطي تسهيلات لأولاد كفر دبيان يقدروا يطلعوا يتمرنوا على سكي ويشاركوا ببطولة لبنان بأسعار كتير تشجيعية. وتركنا مسألة الشق الثاني تبع البارامونت يلي هو الإيكول دو سكي كرمال الشغل، وحطينا شق البارامونت كلوب لكفر دبيان كرمال نقدر نطلع أبطال بأسعار كتير تشجيعية. طيب روجي، في شروط للانضمام للنادي؟ الحمد لله قدرنا نتوصل لهالشيء. نعم، هل في من شروط للانضمام للنادي؟ ما في شروط ابدا. بده يلي بيحب ينضم للنادي صوره عن التذكره وبيعبي الطلب وبيصير معنا. نحن حاليا عندنا تقريبا 20 مدرب من كفر دبيان بيشتغلوا معنا بالنادي، وفي عندنا هلا للاسف بلشنا اول سنتين ثلاثه وصل عندنا العدد من 50 ل 60 ولد من كفر دبيان، ولكن بعد الأزمة قلوا كتير الأولاد لأنه الإمكانيات خفت، والسبونسرز يلي نحنا كانوا عم بيساعدونا تقريبا وقفوا كلهم، ما حدا عم بيساعد. صارت شوي يعني على المجهود الفردي والتكاليف الأهالي بدون يتحملوها ونحنا، فهيدا الموضوع أثر علينا شوي. نعم روجي، يعطيكم ألف عافية على كل الجهود يلي عم بتقدموها وتقوموا فيها لمساعدة أهالي المنطقة والمناطق الجبلية تحديدا. تحياتنا لكل الجهود يلي عم بتقدموها لأهالي منطقة كفر دبيان. بعد شوي رح كون أنا مع ابنك راين حقيقي بطل لبنان للتزلج هالموسم، رح نروح مع فيديو قصير وعودة لكفر دبيان. Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige. Impassible ma neige. La 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 la.
va pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. عودة مباشرة لك فرد بيان لهالنقل الحي المباشر من هالمنطقة تنحكي أكثر عن التزلج وهالرياضة يلي هي عم تاخد حيز كتير كبير خلال موسم من المواسم بلبنان. رح ينضم لإلي مباشرة هلأ ريان عقيقي المتزلج بطل لبنان للتزلج لعام 2022 يلي لفت الأنظار ببطولة لبنان وأحرز اللقب. بدأ بهيدي الرياضة من عمر 3 سنين والده رجع عقيقي اللي كان من شوي معنا هو اللي دعمه وشجعه أكثر. صباح الخير لك رايان. بونجور، يعطيكم العافية. مرسي، الله يعافيك. يعني رايان خبرني شوي أكثر عن عشقك لهيدي الرياضة وعن دعم والدك لك للوصول اليوم أنك تكون بطل لبنان. يعني مثل ما بتعرفوا أنا من عمر سنتين وثمان أشهر ثلاث سنين بي هو اللي حطني على السكي وهو اللي دفعني تنطلق بهيدي الرياضة. إن كان الطقس عاطل ولا مشمس ولا عاصفة كنا كل يوم نطلع، وهذا الشيء خلاني إنه تصير هيدي الرياضة هي جزء مني. يعني بهالموسم إذا في نهار بقفي أو ما بطلع بحس إنه في شيء غلط فيه، يعني صارت مثل روتين بحياتي هيدا الشيء. والفضل هو لبي لأنه هو اللي أنت يعني اللي خلاني أنطلق بهالرياضة وأوصل للمطرح اللي أنا وصلت له. نعم، يعني يوميا بتطلع على البيست تتدرب؟ إجمالا هن الأيام اللي بطلع بتدرب فيهم هن سبت وأحد وأيام عطلة المدارس، لأنه مثل ما بتعرفوا أنه ما فينا نقفي مدرسة. نعم. بشكل دائم على مدة. نعم. شهر تنطلع نعمل سكي، يعني هذا الشيء بيحدد لنا إمكانياتنا من إنه نتقدم بهالرياضة، بس إنه ما بيأثر. كون والدك رئيس نادي باراماونت توين كلاب وحضرتك تنضم لهيدا النادي، شو المشاريع يلي عم تشتغلوا عليها أو إذا بدك شو قدم لك النادي من ما بعرف طروحات جديدة لحتى تحقق البطولات؟ يعني النادي هو كمان لعب دور أساسي بإنه أنا أوصل للمطرح اللي وصلت له، لأنه هو بيأمن لي التنيو، بيأمن لي السكيات، بيأمن لي المعدات اللازمة للتمرين وبيغطي لي التمرين اللي هن بيكلفوا تكلفة كتير كبيرة، ولو من النادي ما كنا بنقدر نفوت بهيدا المشروع. يعني هو بيلعب دور كتير أساسي، والشيء الأساسي إنه هو بي هو الكوتش تبعي، لأنه هيدا الشيء بيخليه مش بس يتابعني عسكي بالبيستات سكي، هذا الشيء بيخليه يتابعني بالبيت من ناحية النظام الغذائي، من ناحية المود في، من ناحية التمرين اللي لازم ينعمل إن كان بالصيف أو بالشتاء. نعم، يعني ما أنك عم تذكر اللياقة البدنية اللي هي ضرورية لرياضة التزلج، قديه بتخضع لنظام غذائي ما رح أقول صعب، ولكن إذا بدك في تنبه أكثر. يعني اللياقة البدنية هي شيء أساسي بالسكي، لأنه إذا كان واحد محترف من ناحية التكنيك تبعه هذا الشيء بيخليه يتمكن أنه يلعب بسرعة كتير عالية، بس كرمال واحد يضل يقدر يكون مسيطر على حاله هو عم بيلعب بهالقد سرعة لازم يكون عنده لياقة بدنية وعضلات بتقدر تحمل هذا الضغط،
مشان هيك النظام الغذائي اللي يكون عنده الواحد بنيه قويه شيء اساسي بهذا الشيء. نعم. راين قد ايه عمرك؟ 16 سنه، مواليد 2005. نعم، العمر كله يا رب. اليوم والدك هو اللي دعمك، شو النصائح اللي بيعطيك اياها رجع عائلي؟ عطول بينصحني ان لازم الواحد يكون عطول متابع الاخبار للسكي، لانه هيدي رياضه عطول فيها تطورات وعطول فيها تغييرات، ما في شيء ثابت، لازم يضل الواحد عم يتعلم ويكون قابل لهذا الشيء وبيرغب بانه يتعلم ويكون عنده الحشريه بهذا الموضوع. كمان الواحد يعني بالصيفيه والاوف سيزن ما لازم يرخي، لازم يضل عطول عم بشد تيتطور، لانه في منافسين كمان عم بيشتغلوا اللي بيتنافسوا على المرتب يعني. نعم. شو النصيحه اللي بتعطيها لكل الشباب اللي من عمرك اليوم واللي عندهم حب لرياضه التزلج ولكن عندهم خوف انه يشاركوا ببطولات، شو بتقول لهم؟ هلا رياضه التزلج من بس الواحد يفوت بشق السباقات عليها ضغط كثير على اللاعب وفي ستريس كثير بيكون بيعيشه، بس اذا الواحد على طول بدل صبور وبينطر على طول رح يوصل لنتيجه، وهي النتيجه حتكفي له تعبه بالنهايه، يعني الواحد الزلمه بس يتعب على طول بيلاقي. نعم. شو ناطر بعد ريان عقيقي انت من انجازات انك تحققها؟ بعرف انه حققت ايضا بطولات برومانيا واحتلت المركز. واذا بدك ساعديني يا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا، تلوج الدنيا بتشمس الدنيا، يا لبنان بحبك تا تخلص الدنيا، بخبيك بعيني وبقلك غني، تلجك المحبة وشمسك الحرية. بنشتاق دائما للبنان فيروز، لبنان الرحابنه، لبنان القصه والحكايه والحلم، ولبنان يلي نرسمه باجمل صوره بالفن اللبناني مع كل هيدا الواقع البشع يلي عم نمر فيه ويلي ما بيشبه الشعب اللبناني. بختام صبحيتنا لليوم ضيفي فنان قريب من القلب، فنان على مر الادوار يلي قدمهم ما في دور الا ما طبع فيه وكان استثنائي بكل عمل قدموا إن كان على الشاشة أو حتى على المسرح، حتى بصوته بالعود يلي بيرافقه ببعض الأحيان، كمان غناء كان له بصمة بالعمل النقابي أيضا حاضر وتجديد، لحتى نقول له مبروك كمان بالفترة الأخيرة مش من زمان كتير من بعد الانتخابات يلي حصلت، دايما جاهز بوطنيته بثقافته بفنه لحتى يكون استثنائي بكل شغلة عم يعملها ويكون عم ببيض وجه الفنان اللبناني سعد حمدان. تكثر الألقاب ولكن بيبقى سعد حمدان واحد. ضيفي بالاستوديو صباح الخير. صباح الخير إليك وصباح الخير لمشاهدينك كلهم، وميرسي على هالمقدمة الجميلة جدا. لفتني كلمة قلتها بخلال الكلام اللي قلته الجميل هيك، انه اللي بيترك بصمه بالاعمال اللي بيقوم فيها. انا هيدا اللوك حاليا عم صور مسلسل اسمه ظل المطر لمركز بيروت الدولي لاول مره، صار لي اكثر من 30 يمكن صاروا 35 العمر كله طبعا بالعمل الفني كثير، عملت شخصيات مركبة وغير مركبة، منها أجنبية فرنسية إنجليزية صحيح بوليسية بقى شو ما كان. هيدا الشخصية الوحيدة اللي أول مرة بفكر انسحب منها لصعوبتها. تنسحب يعني تعتذر عن العمل؟ لأنه عمل هو رئيس شعبة مخابرات وبيحكي عبري، كل الواد بدي احكي عبري، فوق ال 200 مقطع بدي احكي فيهم عبري. اعتذرت عن العمل او بدات شغل على المسلسل ورجعت تعتذر هلا؟ بس خبرنا باي مرحله حضرتك قطعت وديت وصار في نقاش بيني وبينهم وشجعوني، لا وانت بتقدر تقوم فيه للشخصيه وكذا،
لقيت حالي مدة أكثر من 20 يوم، 25 يوم بسهر ليل نهار ليل نهار لأحفظ كلام ما عم بفهم شو يعني مش لغتنا مش انجليزي او فرنسي، ونحن ندرس سنه لنتعلم نصير طبعا يعني كلمتين. مش ممتع صار الشغل بالنسبه لنا، عم نحفظ كلام بصم طبعا مترجمين هم أكيد. بس مش عم يعني بس كلام مش مرئين علينا كلام جديد يعني. و اخذت القرار وقلت بدي جازف، وكانت المسؤوليه عقد المجازفه او العكس، وبلوك العبري كله قدرنا نصوره بحوالي 4-5 أيام، كانت المفاجأة لنا كلنا. بس أخذ جهد مني بشكل يعني روح على التصوير، إجي الساعة 9-10 بالليل على البيت، أقعد ساعتين فرغ النص، نام ساعة للوحدة وكفي، حفظ 2-3-4-5-6-7-8 الصبح للصبح، روح على التصوير بعدني مش نايم، قول كب المشاهد طبعا. بس هيدي الوتيره صعبه على الممثل، قد ايه الناس بتفكر انه التمثيل حلو ومتعه، ولكن بنفس الوقت ما بيعرفوا قد ايه بنتعب، ما بيعرفوا قد ايه الممثل بيتقمص العمل لحتى يكون عم بيأدي الشخصيه بامانه، لان هذا مش تمثيل، هذا واقع عم بيكون، لحتى يقدر يكون صادق للشخصيه للنص للكاتب لهو شو بده يحط من عنده، للمخرج اللي بده يجمع العمل صحيح. كله صحيح. هذا تحدي للممثل خاصة الجمل اللي بالعبري بدنا تكون مفهومة طبعًا. شو معناتها بالعربي لتعرف تأديها، لتعرف تعطيها حقها إحساسها طبعًا. الصحيح والحمد لله كمان شكرا للمترجمين اثنين كانوا استعنا فيهم. بعدك عم بتصور او خلصت؟ فادي وحسن خلصت امبارح. يعطيك العافية. خلصت امبارح وبعدني بهيدا اللوك، لانه بعد في عندي مقطع بالعبري بعدني هلا جاي على الطريق، حاطت الورقة قدامي عم سوق. منسمع لك على الهواء. سعد يعني بدي استغل وجودك معنا بصبحية السبت مع كل هذا الطقس الحلو، مع كل هذا الدفى اللي منلاقيه أوقات بنغم بأغنية بناس منحبهم، أنت بعرف قد الناس والجمهور بحبوك، وما فينا ما نستغل وجودك إلا ما يكون العود مرافق دايما صحيح. معك هالعلاقة الحلوة اللي بتربطك بين صوتك وبين آلة العود. قبل ما نحكي فن خلنا نسمع شيء من حضرتك. يلا هلأ كمان مسائبي كمان بعدني جايب العود من التصليح، لأنه العود على الرطوبة وعلى الشمس بشقق على الطوارف أوقات بشقق. صح. ليك ما تخزلنا اليوم، ها بعدنا جايبينك جديد بلا مزح، في عالم عم يشوفونا. خليك كويس، طلعنا صوت منيح. مفيش غيرك عالبال، انا قلبي ليك ميال ومفيش غيرك عالبال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزال لا 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 بحبك قد عينيا حتى اكتر منها شوية، واسألها انت وحلفها على طول حتقول لك هي، وبحبك قد عينيا حتى اكتر منها شوية، واسألها انت حلفها على طول حتقول لك هي، انت وبس اللي حبيبي، انت
انت وبس اللي حبيبي مهما يقولوا العزاب. يعني شو بدنا احلى من هيك انه نبلش الويك اند والصبحيه ونكون عم نسمع هالعلاقه مع الموسيقى. ولا مره كان لقبك الفني مطرب، انما دائما الغنى والعزف كان مرافقك. صح. والطرب جزء من حياتك، جزء من تكوينتك، بتستغله ان كان بعملك الفني التمثيلي وان كان بالغنى يلي في احساس رائع وفي كلام رائع. قد ايه الفنان هو فنان متكامل، ان كتب ان غنى ان لحن ان لعب موسيقى، قد ايه هي سله متكامله لما الواحد يكون الله ناعم عليه بهيدي الموهبة. شوف أنا بكتشف يعني من خلال تجربتي إن كان بالتمثيل وبالغناء، بشكر ربي إنه عطيني نعمة الصوت الحلو، بغني لحالي بسلي حالي، فمرات بخترع شغلات نحن وقاعدين يعني هيك على سبيل المزح. يعني مثلا نحن هلأ عم نعمل مقابلة مثلا، بتطلع معي شغلات مثلا، نحن هلأ عم نعمل مقابلة يا علي. الله. عالتلفزيون لبنان، عالتلفزيون لبنان، عالتلفزيون لبنان يا ليلي يا يا علي. بيطلع مع هيك شغلة. يعني لما يكون هالقد في عفوية بالعمل الفني، لما يكون الواحد بيفرح بشغله مبسوط بهذا الشغف يلي بحطه. بعرف سعد، برغم من كل يلي مرينا فيه بلبنان وانت شهدت على لبنان. صح. بأهم مراحله الفنية والثقافية، بالمراحل يلي مرق فيها كان تعبان ويلي هلأ عم نمر فيها على كل حال، إن كان بسبب الحرب، الحرب الاقتصادية، الحرب الأهلية، الوضع مع الفساد المستشري، جائحة كورونا، للأسف. يعني مرقنا بكتير أمور. شو اللي بيعطي حافز اليوم بعد للاستمرارية خاصة للفنان اللبناني اليوم؟ يعني الفنان اللبناني هو جزء من الشعب يلي خسر كل شيء جمعه، عم يرجع يبلش من أول وجديد، عم بكافح ليستمر بهيدي المرحلة. شو اللي بخلينا نكمل؟ شوف، رح أقول لك شغلي على العود. يلا. من جاوبني غناء من وحي يلي بدي أقوله أنا، فرح أقوله غنى. هي تفضل. لزميل لنا كمان كتير معروف ومهم، لطفي بوشناق. عميته المسؤولية يا هناه اللي كان مثلي، ما يهمه من ومن. يا هناه اللي كان مثلي، ما يهمه من ومن. أنتم أصحاب الفخامة والزعامة، وأدري لن أكون في يوم منكم، يشهد الله والزمن. أنا حلمي كلمة واحدة، إني ظل عندي وطن، لا حروب ولا خراب، لا مصايب لا محن. خذوا المناصب والمكاسب، لكن خلوا للوطن. خذوا المناصب والمكاسب. خلوا للوطن. يعني قد ايه اليوم بحزن يلي عم نمر فيه، وقد ايه هيدي الدموع وقد ايه هيدا الحزن وقد ايه هيدا الوجع بيشبه كل شخص ما عم يقدر يأمن ليخلص شهره، ما عم يقدر يشتري اكل وخبز لبيته، ما عم يقدر يعلم اولاده، ما عم يقدر يدفع، ما عم يقدر يصرف. دموعك غالية علينا، بترجم كل واحد منا يلي سوري. لا ما بدي اعتذار، هن اللي لازم يعتذروا منا لانه عم بحطونا بهالموقف، انه نكون هالقد صرنا حساسين وهالقد صرنا مجروحين وهالقد صرنا بوطننا مهجرين.
هن اللي لازم يعتذروا، مش نحن ومش أنت يا سعد. الفنان أكبر من أي سياسة وأهم من أي فاسد، أنه نحن نعتذر منهم، هن اللي لازم يعتذروا. إن شاء الله إن شاء الله نكملك حالنا شوي. هذا البلد لكل العالم، هذا البلد لكل الناس. بتمنى انه يلي عم يعمل هيك بهذا البلد، سوري حافظ على هذا البلد. هالقد لبنان صار بيوجع، وهالقد كلنا حاسين ببعضنا بهالمرحلة، وهالقد عم نعطي من الضعف قوة، وهالقد عم نحاول انه نكون قوية وانه نكون منيح، وبس نسأل حالنا كيفك مشتاق لك، عم نحاول نكون منيح. نحن منا منيح، نحن هيك كل واحد منا موجوع على طريقته. ما بدنا نحكي بالحزن، لا بدنا نشيل الدموع لحتى نغير شوي جو للمشاهدين، لأنه كمان الناس ببيوتها حالة مثل حالك، مثل حالي، مثل هيدا الوجع يلي عم نحسه سعد. ويمكن منحس بواجب أكتر نحنا يلي الناس معودين علينا يحضرونا ويشوفونا بإيجابيتنا بأدوارنا بشغلنا بفننا لحتى يغيروا جو، وبعدنا يمكن عم نقدر عم نحاول أنه نغير لهم جو. يعني كلمة خلولي وطن كتير بتأثر، لأنه حرام عالم عم تفل، ناس عم تهاجر، واحد ما قادر يشتري قنينة غاز، بدك تنكة بنزين ما قادر. لك يا عمي وين في بلد بعد لهلا ست شهور بالبيت ما في كهرباء، تركينه ل لمافيات الموتورات، يلي ما بده يركب لك عداد، يلي بده يسرقك، يلي ما في ما حدا بيوقفهم، ومافيات وعصابات، وشو بدك تحكي؟ انعدام ضمير وانعدام انسانيه بهذه المرحله، هذا ظلم بحق الشعب. فمن هون لما بقول انا خلو يعني خذوا يا اخي خذوا البدكونه، بس خلوا هذا البلد يعيش. فأثرت، سوري ما تواخذونا يعني، بس انه هيك صارت. لبنان الحلو بفنانينه، لبنان يلي دايما بيكبر، بس نحكي لبنان بنقول لبنان فيروز، لبنان وديع الصافي، بنقول لبنان صباح، بنقول لبنان بعلبك، بنقول لبنان الثقافي، بنقول لبنان بيت الدين، بنقول لبنان الشمال الجنوب، طرابلس، كسروان، البقاع، هيدا هو لبنان. إذا غناء ما بعرف إذا بصوت الذهب الصافي وبألحان الذهب الصافي في شيء نسمعه، لكن نوجه تحية لروح الكبير وديع الصافي، يلي بس نقول وديع ونسمع صوته هو صوت لبنان. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كذبوا المكاتيب وأخذها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكم سوا. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجعوا عتلوموني. سألوني الناس عنك سألوني، قلت لهم راجعوا عتلوموني. غمضت عيوني خوفي للناس، شوفوك مخبى بعيوني، وهب الهوى ومكان الهوى، ولا أول مرة ما منكم سوا. إن شاء الله دايماً منضل سوا، ويمكن هيدا قوة اللبناني، قديه بيحاولوا يلعبوا الكارت الطائفي ويبعدونا عن بعضنا، نحن دايماً سوا، وبس تحز المحزوزية نحن إلى جانب بعض. بعيداً عن هيدا الموضوع، وأكبر مثال لهيدا الديمقراطية، لهيدا الجمالية، لهيدا التنوع، شفناه
بالنقابة بالانتخابات صح. الأخيرة يلي كان في لائحتين من الزملاء عم تتنافس لحتى تقدم الأفضل، عم تتنافس لحتى تشوف مين بيقدر يوصل ومين بيقدر يخدم بطريقة صحيح. أفضل، ومن خلال فائزة اللائحة يلي حضرتك جزء منها صحيح. وهون برجع بوجه تحية للنقيب نعمة بدوي صحيح. كل الاحترام لإله وأكيد لكل الزملاء يلي كانوا باللائحة الثانية مع عملهم مع شغلهم لأنه كلهم حلوين وكلهم بجننوا. خبرنا العمل النقابي اليوم بال 2022 شو اللي لازم يتغير فيه من بعد كل ما مر في لبنان، كيف تتعز النقابات الفنية اللي هي مفترض ولازم وهي الوجه الحضاري للبنان والوجه الثقافي لإله؟ فالعمل النقابي عمل مضني وصعب جدا. نحن مثل ما معروف نحن نتطوع متطوعين، منقدم شغلنا مجانا، منترك شغلنا منروح منداوم منلاحق أمور الممثلين خلينا نقول إداريا يعني إن كان صحيا طبيا حقوق مع شركات الإنتاج. نحن هلأ بصدد تحضير ثلاث مشاريع مهمة، عم نحضر لمستوصف للفنانين. اليوم كلنا بنعرف قديش كلفة الفحوصات والهيدا، تقريبا صار عندنا مشكلة اللوكيشن، عم نشوف اللوكيشن المناسب. في المرسوم، مرسوم تحديد العلاقة ما بين الممثلين والهيئات الإنتاجية سلك طريقه وصار بمجلس الوزارة، إن شاء الله يا رب قريبا نسمع خبر مفرح عنه. يلي بطيته شو بقدم؟ يلي أول شيء قرارات النقابة ملزمة، اثنين توقيع توحيد العقد الفني، توقيعه بالنقابة أو غير خارج النقابة ولكن بيكون توقيعه موحد. في 90% يجب أن يكونوا من الفنانين يلي منتسبين للنقابات الفنية، وإذا بدك تجيب ممكن تستعين أنت ب10% من خارج النقابات على أن لا يكون في مثلهم بالنقابة، إضافة لإلزامية قرار النقابات، هيدي كتير مهمة طبعاً. فصار في بعض التظبيطات على المشروع ومعالي وزير الثقافة بنوجه له تحية، القاضي محمد وسام المرتضى على عاتقه أخذ هذا الموضوع، فإن شاء الله قريبا. بالإضافة لمشروع كتير مهم يلي هو إنساني، خلينا نقول له أنه أخذنا قدم لنا الفنان شوقي متى قرايبينو شقفة أرض 3000 متر مربع بعين الجديد ما بين علي وبحمدون لبناء مجمع سكني للفنانين كبار السن. قدمت الأرض يعني ثلاث خطوات مهمين جدا، وعلى أمل أنه نرجع نلتقى ونحكي بالمزيد من الخطوات. تحية لكل مجلس النقابة، نقابة ممثلي المسرح تلفزيون والسينما بلبنان. سعد حمدان يطول الحديث معك حبيبي. شكرا حبيبي. لأنك دايما الفنان الصادق وجه لبنان الحلو، شكرا لشفافيتك. الختام بصوتك بهيدي الحلقة لحتى نودع المشاهدين وأتمنى لهم ويكند دافئ، وعلى أمل أنه الأسبوع الجاي يحمل أخبار بتدفي القلب وأخبار بتخفف شوي من هالوجع يلي عايشينه. شكرا لوفائكم، برجع بلتقى فيكم الأسبوع المقبل. والختام مع ضيفنا بهالحلقة الفنان سعد حمدان، إلى اللقاء. ليلي ترجع يا ليل وبتسأل عن ناس وبتسقيهم يا الليل كل واحد من كاس غيب لك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل ليلي العينين السود بيطلوا يبكوني غزلوني على صوت العود غني وغنوني
خبيني بقلبك وانسيني يا زهر المطر فتح هالميل وهالميل غيب لك شي ليلي يا ليل وانسانا يا ليل يا ليل لن 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 ليل أنا مش سودا بس الليل سودني بجناحه مرقوا الخيال على الخيل تركوني وراحوا أنا مش سودا بس الليل سودني بجناحه مرقوا الخيال على الخيل تركوني